أكد رئيس مجلس الأمة المبطل علي الراشد احترامه لحكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان المجلس الحالي، محملا الخطأ الإجرائي الذي استندت إليه المحكمة للحكومة ومستشاريها، مشيرا إلى راحته من أداء المجلس وإنجازه خلال المرحلة السابقة. وأضاف الراشد إلى أنه ليس هناك أي ضامن لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الإجرائية عدا الطعن بها أمام المحكمة الدستورية. لا شك أن المستشارين اللي يعني وصلوا هذا الكلام القانوني لأصحاب القرار هم يتحمل المسؤولية. ماكو شيء ضامن، يعني هذا أمر يعني راح يتم كل انتخابات في طعون وتروح للمحكمة وهي اللي تقرر، ونقبل حكم المحكمة. هذا الدستور وهذا القانون نتحمل، لكن يعني أهم شيء أن الكويت تكون بخير، فيها استقرار، فيها أمن، فيها حكم، فيها محكمة نثق فيها مهما كان الحكم. احنا الحمد لله نشعر بسعادة ونشعر براحة تامة بغض النظر عن الإجراءات اللي صارت، لكن أنجزنا